لا وأقول لكم شيء أكبر، حتى تعرفون يعني عظم تحقيق التوحيد، وعظم أن يكون الإنسان حساس في جانب التوحيد وحفظ حق الله عز وجل. الله يقول وإذ بوانا إبراهيم مكان ما ألا تشرك بي، يخاطب إبراهيم. المراد بخصائص الله مما يعني يدخل فيه بنو آدم أو أعمال بني آدم. عندنا الخوف مثلا، عندنا الحب، عندنا الرجاء، وعندنا الاستعانة والاستغاثة. هذه أعمال لاحظوا ممكن أن تكون لله وممكن أن تكون غير الله. الاستعانة، أنا أستعين بك وأنت تستعين بي، وهذا لا إشكال فيه وليس في هذا شرك. حينما أطلب منك أن تعينني على حمل هذا الشيء الثقيل، أو أن توصل هذا إلى بيتي، أو أن توصل رسالة لفلان، أو أن تدفع المبلغ المالي لفلان، هذه استعانة. أو استغاثة، أنا في مأزق يا فلان أسعفني، يا فلان ساعدني، سواء حاضر أو بالتلفون أو بالهاتف، ويأتي ويساعدك، هذه استغاثة واستعانة. لكن أنت طلبته واستعانة صحيحة واستغاثة صحيحة فيما يقدر عليه، ولهذا قال في الشرك فيما هو من خصائص الله. لو استعنت بأخيك بشيء لا يقدر عليه وهو من خصائص الله دخلت في الشرك. إذا الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فحينما تقول يا فلان أغثني وهو قادر وهو موجود يستطيع، هذا الإشكال فيه، بل هذا من التعاون على البر والتقوى. لكن لو قلت يا فلان أغثني وهو لا يستطيع، بمعنى القادر على هذا هو الله وحده، دخلت في الشرك. وحينما تستغيث بالميت أو تستغيث بالولي وإن كان حيا وهو بعيد ولا يستطيع، هذا شرك، هذا الشرك الأكبر مخرج من الملة. ولهذا الله عز وجل لإبراهيم وإذ بوانا لإبراهيم ما قال ألا تشرك بي شيئا. لا وأقول لكم شيء أكبر حتى تعرفون يعني عظم تحقيق التوحيد، وعظم أن يكون الإنسان حساس في جانب التوحيد وحفظ حق الله عز وجل. الله يقول وإذ بوانا لإبراهيم مكان ما ألا تشرك بي، يخاطب إبراهيم. إبراهيم هو أبو الأنبياء وهو صاحب الملة الحنيفية التي أمر نبينا أن يتبعه فيها، ثم وحينا لك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة. وحاشا إبراهيم أن يشرك، وحاشا الأنبياء أن يشركوا، لكن دليل وتنبيه على الحذر من أن تعطي ما هو حق الله تعطيه غير الله. ولهذا قال لا تشرك به إبراهيم، حاشاه أن يشرك، حاشاه أن يشرك. ولهذا إبراهيم نفسه عليه السلام في نفس بناء البيت حينما قال رجل وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، ماذا قال بعدها؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.